بالنسبه للماكله نعم سيدي راه ما خصهاش تكون. واش السميده شكرات السميده تزاد في دقه واحده 130 درهم وما كايناش، ماشي هي هذا الزياده خصها تكون. احنا كنا كنشريو الزيت، انا كنشري الزيت 5500 دابا كنشريها ب 85 درهم، 30 درهم زايده في دقه واحده. الله يحسن العون بوبري. انا خدام هنا في المحطه ندبر 70 درهم ولا 80 ولا 100 درهم، وانا كاري ب 1400 درهم، وعندي 6 د العيال، وعندي واحد كل واحد عايش بها. وفين غنمشي انا؟ دابا انا نهضر غير على راسي، بلا ما نهضر على واحده. هاد الزياده ما خصهاش تكون هايدا. الزياده ما خصهاش تكون هايدا، خصها تكون في واحد المستوى. غادي نزيدو في الزيت نزيدو واحد 5 درهم ولا 10 درهم، واحد 2 درهم في اللترو، ما نزيدوش 6 درهم في اللترو. بالنسبة للزيت، بالنسبة للسكر، بالنسبة للطحين، راه بزاف. والمواطن جالس، أنا كانت عندي 4 مليون مخبعة، غنعمل بها العملية، أنا كليتها في كورونا، 17 شهر وأنا جالس. كليتها في كورونا، 17 شهر وحنا جالسين. إنه هذا كورونا هذا كوفيد هذا راه خرج على عباد الله، ولكن هذا الشيء من فضل الله سبحانه وتعالى. ماشي ديال الناس، هذا الشيء ديال الله وخصنا نحمد الله سبحانه وتعالى عليه. ولكن كنقول لك زعما هذا كورونا راه خرجت على الناس كاملين، على العالم خرجت عليه، ماشي هاد نقولوا غير حنا في بلادنا ولا على العالم راه خرجت عليه هاد الشيء. ولكن كنهضر ونطلب من المسؤولين الله يطول يجازيهم بخير، خصهم يشوفوا هاد المسائل ديال الزياده، خصهم ينقصوا شويه، وخصوصا بالنسبه للماكله ونمشي الحاجه اللي كتحتاج ضروري. وسيدنا رمضان قارب، فين غيمشي الانسان؟ وسيدنا رمضان كيدير الفلوس، فين غيمشي الانسان؟ وانا احنا في المحطه كيجريو علينا، انا لو كان ما عندي ما عندي عندي الكلاوي ديالي هما هذوك، نمشي نخدم في البني، نخدم 100 درهم مع شويه، وانا ما نقدرش نهز ثقل، انا الطبيب عاطيني 5 الكيلو ما نهزهاش، وعندي 6 الاولاد، وعندي العائل عنده 25 سنه جالس في الدار وباقي ناعس. هادي 12 النهار باقي ناعس، ما عنده فين يمشي، اللهم ينعس ولا ينوض يعمل المشاكل. الله يرحم الوالدين يا سيدي.